هناك تصريح اخير سبق للبرنامج او للحلقه لجماهير النادي الاهلي ومشاهدي القناه، ايه اللي ممكن تقوله؟ طبعا الوعود في كره القدم امر مستحيل، وكره القدم فيها كل حاجه ممكنه، لكن مع حاله الانسجام اللي بنشوفها اكتر والرضا الجماهيري والاعلامي فنيا عن الفريق بقياده الجهاز الفني الحالي وحضرتك واحد من العناصر والكوادر المميزه فيه بقياده لاسارتي المدير الفني القادم من اوروجواي، الشكل اللي وصلتوا له الى اي مدى هو مرضي فنيا، والى اي مدى ممكن العناصر الموجوده والصفقات الجديده وقوه الفريق مكتمله تحقق اهداف مجلس الاداره واعضاء النادي وجماهير النادي داخل وخارج مصر في البطوله الافريقيه في مسابقه الدوري هذا الموسم؟ بص، لا يعني كل اللي اقدر اقوله طبعا ان احنا عندنا في شهر ابريل شهر حاسم البطوله المحليه والبطوله الافريقيه كمان، يمكن في البطوله المحليه في عده مباريات قويه جدا جدا جدا، بالتالي يمكن احنا عارفين كويس قوي احنا ماشيين ازاي او عايزين ايه من اللي جاي، خطواتنا بتبقى محسوبه، حساباتنا بتبقى محسوبه، طبعا عنصر التوفيق مهم جدا، توفيق ربنا سبحانه وتعالى يعني. لكن في الاخر انت بتشتغل وبتجتهد يعني. يمكن امبارح كنا نتمنى ان الظروف كانت تبقى احسن من كده، الاجواء تبقى احسن من كده، كنا نتمنى ان احنا نكسب طبعا بالتاكيد. احنا يمكن خلينا المباراه باستعدادات كويسه جدا، لكن الظروف كانت خارجه عن ارادتنا، وانا بقول يعني معلش لجمهور النادي الاهلي ومبروك بالتاكيد نقطة النادي الزمالك، لكن بالنسبة لنا احنا كان من المكسب. انا عايز اقول لك بس حاجة رقمية، يمكن حد لغة الارقام لما بتتكرر ما تبقاش صدفة ابدا يعني، او اي انسان عاقل كده يعني لما يتكرر معاك ارقام معينة وتلاقيها قدامك على طول ده مش صدفة ابدا يا جماعة، ده مجهود. يمكن امبارح على مدار مثلا 90 دقيقة ولا حاجة، انا كنت عايز ناخد اقصى حاجة اللي هي المكسب في الظروف ديت. عايز اقول لك ان من ابريل 2004 لحد دلوقتي احنا ما خسرناش خالص في الديربي في الدور الاول، بقى لنا 15 سنه في الديربي في الدور الاول ما خسرناش ابدا، فاحنا يعني ما حققناش احسن نتيجه اللي هي الفوز، لكن يعني تقصد يا كابتن سيد ان الارقام دي لما بتستمر وبتبقى بشكل متواصل احصائيات ثابته بيؤكدها تاريخ لقاءات الفريقين بتقول ان الاهلي بيقدم ولا ينزل عن حد ادنى من الاداء في لقاءات القمه. مالك بس نعم. الدوري انت معاك واحد اساتذه تاريخ الدوري يعني طبعا الدوري من يوم ما انشئ سنه 48 لحد دلوقتي انت بتتكلم في كام سنه يعني؟ بتتكلم في حوالي كام؟ 70 سنه مثلا دلوقتي تقريبا 70 سنه تقريبا منهم 10 مواسم بيسمي فيها ما بين الالغاء او عدم الاكتمال المطلوب. سنه من 67 ل 73 وكم موسم كده 2011 2012 و89 90 يعني انت بتتكلم في حوالي 10 مواسم. يعني بتتكلم في 60 موسم او 61 موسم ولا حاجه اللي بتلعب في الدوري. منهم 15 من 2004 لحد دلوقتي احنا ما خسرناش الدور الاول ابدا من النادي الزمالك. فاحنا ما حققناش احسن نتيجه اللي هي الفوز. تمام؟ والزمالك حقق اقصى نتيجه بالنسبه له يعني كان يتعادل امبارح في النهايه. يعني مش عايز اتكلم في الامور كتير لان اللي فات شايف خلاص عندنا 11 مباراه ما بيننا وما بينهم. تمام؟ وعندنا فرق كمان جايه يعني انت في فرق قويه هتقابلها سواء كان المصري او الاسماعيلي او بيراميدز، وهو نفس الكلام يعني. اكيد، والجدول المضغوط كمان والارتباطات الافريقيه للفريق كمان. كابتن سيد اتفضل. انا لا اقدر